مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صدى المصريين. طبعا قبل ما أبدأ حلقة النهاردة حابب أقول كلمتين للجمهور العزيز. طبعا بقالي فترة كبيرة جدا وحشتوني وما طلعتش، كان ظروف مرضية، لكن النهاردة بالذات قلت لازم أطلع لجمهوري بمناسبة 25 يناير عيد الشرطة، عيد الشرطة اللي بتضحي عشاننا. النهاردة بنقول كل سنة وشرطة مصر بخير، كل سنة والجيش المصري بخير، كل سنة ومصر بأبطالها بولادها الوطنيين بخير. النهاردة طالع الحلقة دي في حب مصر، علشان انتوا كمصريين انا بحبكم وانتوا بتحبونا، فقلت لازم النهاردة نطلع من برنامج صدى المصريين علشان كل المصريين. لفت نظري حاجة خطيرة جدا قد يقع فيها شباب كتير، ما يدركش ان ممكن يقع فيها. اعداء الوطن اللي انا مش هذكر اسميهم في برنامجي لانهم ما يستحقوش ان انا اذكر مجرد اسميهم، لكن اعداء الوطن كتير. الحرب الباردة الالكترونية على مصر انتوا عارفينها، اللي بيوقعوا اولادنا فيها. اليومين اللي فاتوا ظهر في قنوات المعادية للبلد اشاعات كتير ضد مصر وضد الرئيس، الرئيس اللي أنقذ مصر، الرئيس اللي أنقذ مصر. كل الشكر والتقدير لفخامة معالي رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي اللي هو حمى مصر، اللي أنا بعتبره زعيم الأمة، زعيم العرب كله، واللي مهما حاول أعداء الوطن يكرهونا فيه مش هيعرفهم، لأن المصريين الوطنيين كتير جدا. الشعب الوحيد اللي بيموت وبيعشق الموت علشان تراب بلده، الشعب الوحيد اللي ممكن نسائه ورجاله أطفاله وشبابه وبناته يضحوا بنفسهم عشان. مش عايز أنسى أوجه التهنئة للشرطة المصرية النسائية، نساء الشرطيات الفاضلات اللي برضه بيحموا البلد النهارده. طب نستقبل تليفون معانا سيادة اللواء احمد شعبان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا احمد بيه؟ ازيك سيادة اللواء؟ اهلا بيك، منور الدنيا كلها. بتشرف باستضافتي النهارده معاكم في برنامج صدى البلد. صدى المصريين يا فندم، هو صدى البلد برضه، صدى المصريين كلهم. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا احمد بيه. تحب تقول النهارده لشباب مصر وكل المصريين الوطنيين بمناسبه 25 يناير عيد الشرطه المصريه؟ في البدايه طبعا بتقدم بخالص التهنئه لفخامه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، والسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه، وقيادات الوزاره، وكافه الضباط والافراد. قبل ما اوجه الاول رسالتي للشباب، أحب أفهم الأول شبابنا، شباب المستقبل، إيه الفرق بين 25 يناير اللي هو عيد الشرطة سنة 52 و 25 يناير 2011؟ بإيجاز بسيط، إن 25 يناير سنة 52 كانت قوات الشرطة بتاعتنا موجودة في مدن القناة، وكنا إحنا محتلين من الاستعمار الإنجليزي. وفي ذلك الوقت كانت القوات البريطانية عاوزة تغادر القوات الشرطة المصرية من مدن القناة، وخاصة مدينة الإسماعيلية. تمام. فأرسل لهم الجنرال الإنجليزي بترك معسكراتهم وترك أسلحتهم والانسحاب والرجوع إلى القاهرة. ولكن القوات المصرية في القوات الشرطة المصرية بقيادة اللواء أحمد رائف القائد العام لقوات البوليس المصري في منطقة الإسماعيلية أبى ورفض الاستسلام، وقرر المقاومة حتى نفذت ذخيرتهم وتركوا ما تبقى لهم من أسلحتهم، واستشهد في هذه المقاومة عدد كبير من قوات الشرطة ما بين جريح وما بين شهيد. وفي الآخر أعجب هذا الجنرال الإنجليزي ببسالة القوات الشرطة المصرية
وتم عمل طابور عسكري وقدم لهم التحية وانحنى لشجاعتهم وبسالتهم. أما في 25 يناير 2011 فهما تم تدمير قوات الشرطة المصرية من الإخوان والمسلمين وليس بمسلمين، وقاموا باستنزافهم حتى القضاء عليهم، ولكن ساندتهم القوات الجيش المصري حتى وصلنا في 20 وما ننساش برضو يا سيادة اللواء بعد قطع كلام حضرتك ان في وطنيين مصريين بجد كانوا برضو بيساندهم اهلهم واحبابهم واخواتهم من جهاز الشرطة، برضو نتوجه لهم بالشكر وما ننساهمش ان برضو كان في ناس كتير سندت قوات الشرطة في البلد وما سيبهمش، وكنا بننزل ونحمي الاقسام فعلا. دول المجموعة الأولى اللي هي نزلت يوم الثلاث اللي هي قبل جمعة الغضب، هو ده الشباب الطاهر اللي نزل وساند الشرطة وعمل مقاومة وعمل مقاومة شعبية وحافظ على الإقسام لغاية ما قامت الإخوان المسلمين بحرق الإقسام ونهب الممتلكات المصريين. تحب توجه إيه للشباب ده يا سيادة اللواء؟ توجه لهم كلمة تقول لهم إيه؟ أوجه رسالتي للشباب، أكبر دليل هو إقبال الشباب على الكليات والمعاهد العسكرية وده بيدل على وطنية شبابنا اليوم وإحساسه بالمسؤولية تجاه بلده ومساندة الدولة لجهود الشباب والعدالة في جميع المجالات، مما أعاد للشباب ثقته في نفسه وفي بلده وفي قيادته السياسية. جميل جداً، قلت كلام كتير كنا عايزين نقوله يا سيادة اللواء، بنتوجه ليك بالشكر. شكرا اللواء احمد شعبان. نرجع لموضوعنا تاني. الكلام الجميل ده خلاني مش عارف اقول ايه بعديه، مش عاوز اقول اي حاجه بعد اللواء احمد شعبان اللي قاله، بنتوجه له بالشكر طبعا. ونرجع لمرجوعنا تاني، ان عاوز اقول يا شباب مصر، يا ابناء مصر، انتم لها وهي لكم، مش للخونة، مش لغير المصريين، ولا هتكون لغير المصريين، ولا هتكون لغير المصريين. حب بلدكم وخافوا عليها، اتركوا الشائعات، الشائعات بتكتر علشان تدمر البلد. تدمر البلد ازاي؟ ده اللي انا هقوله النهاردة. لما بتخش على القنوات المعادية للبلد بتحس ان البلد متدمرة، ان مفيش بلد اصلا، فهنا بيبص فيكم دمار نفسيتكم، فلما نفسيتك بتتدمر بتبقى غير صالح للمجتمع، بتبقى انسان غير صالح للمجتمع. النهاردة بتخش عندهم تحس ان الدنيا سواد، اسود في اسود. لما تنزل تمشي في مصر، تمشي في ارضها، تروح الاقصر، اسوان، تنزل شرم، الغردقه، طوبر، القاهره، تنزل تزور الحسين، تحس بالروح الجميله. تمشي في شوارع كل المحافظات بتلاقي الامن والدفى، بتلاقي كل حاجه حلوه حواليك. في غلاء بس يعني واحده واحده مصر بتتعافى. بين 2011 و 2021 تخريب وتعمير، بين حاجات حصلت قبل كده خربت وجيت تعمير على ايد الرئيس، الرئيس بيبنيها، ناس قبل كده خربتها وكانت عاوزة توقعها بس ربنا حافظها ومستحيل تقع طول ما فيها شرفاء مستعدين يموتوا علشان أرض الوطن. نرجع للسوشيال ميديا. النهاردة بتوجه لكل أب وأم، خلي بالك وخلي بالك من ابنك وبنتك. شوف بيعمل إيه، شوف حد بيكلمه، بيعمل له سوفت وير على مخه، بيعمل له تشكيل ان يكون ارهابي، يرهب بلده، يبقى مخرب، يدمر. ما انت سعادتك او سعادتك
مفيش رقابه عليها. النهارده بيبقى في لجان الكترونيه بتقبض علشان تعمل غسيل مخ لعيالنا، علشان ايه؟ يدمروا البلد. مقاطع بتتفبرك، مقاطع قديمه، مقاطع قديمه بيسخنوا الشباب بيها، بحيث هو كده كده مفيش حاجة هتحصل ولا هيحصل أي حاجة والبلد محفوظة. ولكن النهاردة أنت مش هتقدر تعمل أي حاجة تقدر تخرب بها البلد، ولكن أنت مش هتقدر تدي البلد، فلذلك مش هتعرف تاخد، فيا هتسرق يا هتنصب يا هتقتل يا هتبقى مجرم. ما هو أنت أصلا سلمت دماغك للإنترنت. اللي احنا في مصر معظم الشباب والبنات استخدموه غلط. النهارده في الغرب اللي احنا بناخد منهم بعض. طب نرجع معانا مداخله ونرجع لكم تاني. استاذه مروه البيالي، اهلا بيك يا استاذه مروه. اهلا بحضرتك. هو انا بصراحه انا متابعه الحلقه ومعلش اعذرني ان انا اطفو في الموضوع مباشره. فتحياتي طبعا للحلقه واختيار الموضوع، وحابه اصدق على الكلام اللي بيتقال. فعلا انتوا بتعملوا اللي هتعملوه وهتعملوا اكتر منه، وفي النهايه مش هتقدروا تهدوا البلد. ليه؟ بالظبط. عشان احنا عندنا اقوى جهازين في العالم، جهاز الشرطه والجيش. انت بتكلمني عن دوله حاميها شرطه، هي من ولاد كل حد في البلد، من جوه كل بيت، من جوه كل عيله. يعني اللي بيقول لك احنا اولادنا هم اللي حاميننا، ازاي ممكن يضحوا ان هم ما يحموناش؟ انا عايزه انبه لحاجه، احنا عندنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبني البلد. هل تعتقد يا سيدي الفاضل ان هو مش هيبني البلد الا اذا كان متاكد ان هو عنده حد حامي البلد كويس قوي؟ انا مركز في بنايه البلد، انا باسسها، انا بسيب بلد لاولادي والاحفادي من بعدي. بيبنيها يا استاذه مروه فعلا. بالظبط، بيبنيها ومتاكد ان هي محميه. انا عندي يعني يا رب يديله طول العمر، لان احنا فعلا شفنا بنايه وشفنا انشاءات ما حصلتش في عهود قبل كده. فبالتالي هو بيبني علشان متاكد ان انا عندي جيش، انا عندي شرطه، حدودي محميه وداخليا انا محمي. مظبوط يا زمروه. تمام. طب تحبي توجهي ايه للشباب بتاع اليومين دول يا زمروه اللي بيمشي ورا الشائعات والقنوات المعاداة للبلد؟ انا عايز اقول لك حاجة، كل دي شائعات مغرضة، لا يعني بتهدف لسكوت البلد، وده مش هيحصل، ده مش هيتحقق. ليه؟ لان مين الشباب دول؟ اخوك وابني. انا ابني عنده 17 سنه، ما انا عارفه انا كست وطنيه او بابا كرجل وطني وكل الاسر الوطنيه بنطلع اجيال ايه؟ اجيال وطنيين. احنا الانتماء عندنا، الشعب الوحيد اللي الانتماء عنده بيكون من اول ما هو لسه جنين في بطن امه، ربنا انعم علينا بده. فاللي عنده انتماء لابوه والامه والبيت، ومش هيبقى عنده انتماء لبلده؟ مظبوط مظبوط. انت قلت حاجه تشتتني، هتشتتني فتره، بس في النهايه انا واثق ومتاكد ان انا تراب، ريحه التراب بتاعتنا نفسها بتشد الشباب. ما عندنا النيل، عندنا نهر النيل، ده قالوها في العالم كله، اللي يشرب من ميه النيل بيرجع له تاني. مظبوط. فما بالك ان احنا اللي متربيين عليه. فعلا. ازاي هنقول ان البلد دي لا، بلدنا بنحبها، عندنا جيش وعندنا شرطه من اقوى اجهزه الجيش والشرطه في العالم كله. احنا معتمدين عليهم. انا بحييكم في اخر المكالمه، انا بحييكم جدا جدا على الحلقه وعلى موضوع الحلقه. نورتينا يا فندم، شكرا. نتوجه لك بالشكر زمرة. نرجع لموضوعنا بتاع الغرب اللي احنا بناخد منه ما يفسدنا، ما بناخدش منه اللي طورنا. الشباب معظمه النهارده بيتجه ان ياخد ايه شاذ، ازاي الفت النظر، ازاي ابقى انسان فاسد. النهارده الغرب بيدور ازاي يطور بلده، ازاي يحد، ازاي ينشئ برنامج، ازاي يصنع عربيه، ازاي يعمل حاجات كتير. احنا ما بندورش على كده، احنا بندور على حاجات تانيه كتير افسدتنا وفسدت عقولنا وبهدلتنا وصلتنا الحال لا يرسى له. فيا ريت نرجع لنفسنا تاني،
اللي احنا افتقدناها، افتقدناها، نسينا نفسنا وبقينا نمشي ورا السوشيال ميديا، ورا الالكترونيات اللي هي بيحاربونا بيها الحرب البارده اللي هي من سنين ومش عارفين يوقعوا البلد. فالنهارده لاقيين جيل ضعيف نفسيا، نفوق قبل فوات الاوان لنفسنا عشان نبقى متفقين، نفوق قبل فوات الاوان لنفسنا، لان محدش هيتدمر غيرك، هتتدمر نفسيا، لا هتروح ولا هتيجي ولا هتشتغل ولا هتتعلم، بتدمر نفسك بنفسك وانت بتتجه للسلبيات. في ايجابيات كتير وفي حاجات كتير تخلينا نفوق من الغيبوبة اللي احنا فيها. في حاجة تانية مهمة جدا لفتت نظري، ألا وهي ايه؟ شفت موضوع تاني خالص بعيد عن الحلقة، بس مش هاخد من وقتكم فيه كتير. أمهات كتير وأبهات كتير بيترموا في الشوارع بسبب الجحود. أنا بتوجه لكل ابن وبنت عاق برسالة، اتقي الله، اتقي الله في أمك، اتقي الله في أبوك. طب نستقبل مكالمة ونرجع لموضوعنا تاني. معانا أستاذ ناصر عقل المحامي. ألو يا أستاذ محمد، أهلا بيك يا أستاذ ناصر. أهلا بيك يا أستاذ ناصر. إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم. الحمد لله منورتنا يا أستاذ ناصر، أهلا وسهلا. الله يكرمك يا محمد بيه. اتفضل اتفضل يا أستاذ ناصر. صدى الصوت اللي أنا سامعه ده من عندكم ولا إيه؟ لا يا فندم، وطي التلفزيون عندك شوية بعد إذنك. لا التلفزيون عندي مش أنت يعني. أستاذ ناصر سامعني؟ استاذ ناصر ايوه معاك يا فندم، معاك ناصر يا فندم. اتفضل اتفضل يا فندم. والله يا استاذ محمد احنا في المناسبه الجميله دي احنا بنهني شرطتنا الجميله وجيشنا المحترم. احنا لما نيجي نقول الشرطه في عيدها 25 يناير اللي فات ده كانت فين الشرطه؟ كانت موجوده في الشارع بتخدمني وبتخدم حضرتك وبتخدم المجتمع كله. جميل. يعني انا ما بعدي، يعني انا بحكم شغلي ليه اصدقاء كتير في الشرطه، تمام، وكلهم بفضل الله محترمين يعني، تمام. اجي اني اي حد فيهم مشغول حتى تليفونه مش عارف يرد عليا، اجي اخش الاسم مش موجود، لا ده في الشارع، ده واقف في كمين، ده واقف في ماموريه، ده واقف في الناس دي الله يكون في عونها. ونرجع برضو نقول للجيش، برضو الجيش هو بيحمينا داخليا وخارجيا. انا بستغرب الناس اللي تيجي تتكلم تغلط فيهم. طب هم مين دول؟ ما دول اخويا واخو حضرتك وابني وابن حضرتك. فيعني انا مش عارف يعني ده بيبقى على مستوى ايه وليه، انا مش فاهم والله. اقل حاجه في عيدهم نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، انتوا حمتونا، انتوا ربنا يبارك فيكم، انتوا سهرانين، انتوا العين الساهره لينا سواء جيش او شرطه. جميل. فندعو الله العظيم ان احنا يوحدنا على كلمه واحده ونكون احنا قلب واحد وبنحب بعض وقلوبنا تبقى صافيه لبعضنا. ده الكلام اللي انا بحب اوجهه مش للشرطه بس، او بوجهه لاخواتي كلهم المصريين سواء في الشرطه او في الجيش او في الافراد العاديين زينا، كل واحد في مجاله يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتدي يشتغل ويشوف شغله بس. يا ريت والله. ونحب البلد لان بلدنا جميله جدا تستاهل مننا كل خير وكل عطاء. فعلا فعلا استاذ ناصر، بتوجه لك بشكر يا استاذ ناصر. ونرجع تاني لموضوعنا يا جماعه، لكل ابن وبنت ما بيتقوش الله في اهاليهم دايره وبتلف، والله دايره وبتلف، وهتشرب من نفس الكاس. فياريت كل واحد وواحده يتقي الله في اهله. نرجع بقى ايه تاني لبلدنا الحبيبه. طبعا قبل ما انسى عاوز اهني الاستاذه سياده المستشاره الاء محمد سلامه اللي تخرجها من كليه حقوق. الف الف مبروك يا سياده المستشاره. وعاوز اهني الملازم اول عبد الرحمن محمد سلامه، تم ايصاله للشفاء، ان شاء الله تقوم افضل واحسن من الاول بكتير.
وعاوز أهني أصدقائي وأخواتي الرائد أحمد جمال والرائد أحمد معروف والرائد محمود محرم وكل المحترمين من رجال الشرطة والجيش ومصر. عاوز أقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين، ومش عاوز أنسى الرائد المحترم جدا نصر نجم رئيس مباحث اسم دوامر، والرائد عبد الحميد رئيس مباحث مركز ميد غمر. أقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين. وعاوز أشكر الحاج إبراهيم البطار لوقوفه جنبنا ومساندة برنامجنا صدى المصريين في الحسين وفي شبرا. الراجل ده واقف جنبنا بنحب نشكره طبعا. وعاوز أشكر كل الوطنيين المصريين في جميع أنحاء العالم. وعاوز أوجه لمصر والمصريين برنامجنا صدى المصريين في بيت كل المصريين، وأهلا وسهلا بيكم وبمشاكلكم باستغاثاتكم بمواضيعكم بكل شيء، باب برنامجنا مفتوح لكم. النهارده يا جماعة تليفوني على الهوا مباشرة وبنستقبل كل الناس، ما بنقفلش تليفوننا من حد، احنا معاكم قلبا وقالبا في كل حاجة في كل المناسبات، في أفراح أحزانكم قبل أفراحكم. وطبعا التواصل معانا سهل جدا، وبنقفلش بابنا في وش حد وبقرر. وطبعا رقمنا على الشاشة دلوقتي، وصفحة الفيسبوك برنامج صدى المصريين. أهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله نتقابل تاني وفي حلقة جديدة من برنامجكم صدى المصريين. كل سنة حضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.